بره الشغلانه يعني ان الخديوي ده هو صبري مخنوخ. الموضوع ما فيش اسالني عن عناد اقول لك عناية ليك لكن انا الاجواء والكواليس دي كمان عالم البلطجه والحاجات دي شايفها لها تاثير حلو على الدراما يعني ولا برضو ممكن تبقى سلاح ذو حدين؟ اه طبعا كل شيء ممكن يكون سلاح ذو حدين، حتى لو جبنا شخصيه قديس كل شيء ممكن يكون ضار وممكن يكون نافع، فهي المساله في طريقه التناول بس، هي هو ده الموضوع. ودي طبعا من ضمن الحاجات اللي بتبقى بتخلي الواحد يعني ايه يعني يترقب، يعني اللي هو يقول ايه ها خير يا ترى حسبوا يا جماعه على احسن نقع في خاخ ما يعني تبقى مش لطيفه او كده. لكن طبعا يعني بالنظر لسابقة أعمال عمرو محمود ياسين مؤلف يعني هتستشعر إنه ما يقعش إن شاء الله في فخ زي ده يعني. بس متصورش. حتى الآن يعني والستات تحديدا بتعشق الخديوي، يعني أنا عايز الخديوي وشباب كتير شايفين إن القوة دي والجبروت ده برضو سبب أو مدعان هم يشتغلوا على ده. إحنا النهاردة نبقى داخلين على الحلقة 15 يعني خلينا ما نحكمش على الجواب من عنوانه، تعالى نشوف ايه اللي هيحصل في الستاشر والعشرين وخمسة وعشرين وثلاثين وهكذا. يعني اتصور انه الامور النهايات الاشرار سودة ولا ايه الاخبار؟ لازم مش في الدراما بس، في الحياة. ولو الدراما ما جابتش ده تبقى مزيفة.